II wojnie światowej polska polityka zagraniczna praktycznie pełzała. من الخطر أن نظن أنه لا يمكن أن نفقد حريتنا بعد الآن. علينا أن نبقى يقظين، وإلا فستسلب الحرية منا شيئا فشيئا. كروك بو كروك نام زابيرانا. معاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب بغض النظر عن طريقة التعبير عنها ستبقى موجودة كما كانت دائما. نحن من يقرر متى تتوقف. هناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا نحن الشباب الأوروبي، فنحن نناضل في كل مكان من أجل أوروبا أفضل وموحدة يتمتع فيها الجميع بفرص متكافئة. كثيرا ما يتم الاستخفاف بجيلنا، إلا أننا نشهد موجة جديدة من النشاط الفعال، وهذا يمنحني الأمل. كان السلام بالنسبة لي أو ما يمكننا تقديره في أوروبا أمراً بديهياً لفترة طويلة، ولكنني أشعر الآن بأن هذا شيء يتعين علينا، وخاصة نحن الشباب ربما النضال بقوة للدفاع عنه. هل سمعتم بمصطلح الهولوكوست؟ هزوا رؤوسكم أو افعلوا هكذا. لم تسمعوا به؟ حسناً. ولد السيد بادا من أم يهودية وأب غير يهودي. كان النازيون يطلقون على هؤلاء الأطفال وصف نصف يهود، أي أنه بقي على قيد الحياة من خلال عدم ترحيله الفوري إلى معسكرات الاعتقال كغيره، وإنما كان عليه القيام بالكثير من الأعمال القسرية. ما هو تأثير بادا عليكم؟ إنه يذكرني بجدي. وما هو الشيء الذي يذكرك به؟ ضحكته. وأنت يا تشان؟ يبدو لطيفاً عندما ينظر هكذا. بغض النظر عن تقدمه بالسن الآن، لكنه يبدو ذكياً. تعلمت ما كان يحظر على اليهود. كنت أظن قبل ذلك أن جميع الشهود الذين عاشوا آنذاك قد ماتوا. هذا ما تعلمته اليوم. من المهم أن يسمع الشباب أيضاً بما حدث في الماضي حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى. الأمر أسوأ بكثير مما كنت أظن، رغم أن والدتي كانت سابقاً تخبرني باستمرار حول ذلك. أعتقد أنني يوماً ما سوف أحكيه لأولادي أيضاً، فهذا أمر هام بالنسبة لي. نجحت الحكومة الحالية في جعلنا فجأة نخاف من المهاجرين، إذ قيل بأنهم سينقلون إلينا أمراضاً ويشكلون خطراً علينا. إنه أمر خبيث أن يتم تحريض الناس ضد بعضهم وإثارة الخوف لديهم. Proszę Państwa, uwolnimy Polskę od Unii Europejskiej. Uwolnimy Polskę od tej chorej ideologii LGBT i tym podobnych. Polska budzi się. I faktycznie, Polska się budzi. Polska się budzi z letargu. Unia Europejska, co to za bezpieczeństwo, kiedy Europę zalewają hordy nielegalnych imigrantów? Brawo! Brawo! Brawo!
نواجه مشكلة كبيرة مع النعرة القومية التي تحظى بقبول كامل من الحكومة. لذلك نشهد بشكل متزايد هجمات في الشارع بسبب الأصول أو الميول الجنسية، وبذريعة حب الوطن تتم في مظاهرات كهذه الدعوة لكراهية كل من لا ينتمي لوطنهم. يبدو في هذه المظاهرة كيف يريد اليمينيون التأثير على الأجواء في البلاد. هناك إمكانية كبيرة للقيام بأعمال عنف هنا، فقد يحدث تصعيد في أي لحظة، لذا من الأفضل أن أغادر. فساحة نضالي في مكان آخر، وعلى أي حال لن نتفاهم هنا ولا جدوى من إجراء حوار. ترعرع الكثير من شباب أثينا عاصمة اليونان مع حلم أوروبا موحدة، أوروبا التي تقدم للجميع الإمكانيات نفسها. أتساءل الآن إن كنا قد تقنا لأوروبا خيالية لم تكن موجودة أبداً. نرى هنا ميناء بيرايوس، إنه أكبر موانئ اليونان ومن أكبرها في أوروبا. عند وصول موجة اللاجئين الكبيرة عام 2015 أقيم في هذا الميناء مركز استقبال. البحر والميناء هنا هما بمثابة رمز لسفر كثيرين من تركيا إلى أوروبا، كما أنه للأسف رمز لموتهم، فقد غرق كثيرون بسبب انقلاب قواربهم. في غضون ذلك تحسن الوضع، ولكن في النهاية ستبقى اليونان كالعادة تواجه المشكلة وحدها. أوروبا في الواقع تستريح مرة أخرى. وعندما نتحدث على الصعيد الأوروبي فأننا نتحدث عن مليون لاجئ قدموا إلى أوروبا، حيث يعيش قرابة نصف مليار نسمة. أنا أرى شخصياً في الهجرة فرصة أكثر من كونها تهديداً. إذا كنت تؤمن بقوة بأن شيئاً ما يجب تغييره وبأن الآخرين لا يقومون بذلك، فعليك حينها القيام به بنفسك. كنت في سن 22 عندما أسسنا حزب فولت المؤمن بوحدة أوروبا. لو انضممت إلى حزب تقليدي لانتظرت طويلاً إلى أن أصبح قادرة على التأثير في السياسة، لكن علينا أن نتحرك الآن. لا يمكننا التعامل مع التحديات العالمية كالهجرة والتغير المناخي والعدالة الضريبية إلا على الصعيد الأوروبي. كلمة فولت تعني وحدة قياس الجهد الكهربائي، لذلك نسعى لإعطاء السياسة الأوروبية دفعة من الطاقة، ولكن الأهم من ذلك هو أن الكلمة هي ذاتها في كل اللغات. نشأت فكرتنا بسبب البريكسيت. رأينا أن القارة تسير في الاتجاه الخاطئ. صعود مارين لابان في فرنسا وفي ألمانيا أيضاً ازداد نفوذ اليمين المتطرف.
وفي النهاية قال أندريا حسناً فلنؤسس حزباً أوروبياً. فبدأ بتطوير الفكرة ثم انضم إلينا ديميان، ومن أجل التنافس في الانتخابات الأوروبية كان علينا تأسيس أحزاب وطنية. نسبة المشاركة في أوساط الناخبين الشباب هي الأضعف، نريد تغيير ذلك. 70% من أعضاء حزب فولت لم ينشطوا سياسياً قط. عند هذا التقاطع المروري في وارسو يتواجه عالمان. إلى اليسار ليبراليون يغنون لأوروبا، وعلى اليمين قوميون، والشرطة بينهما. نادراً ما تتدخل السلطات أثناء التحريض العنصري أو المعادي للسامية، ولكن المواطنين الذين يعيقون مسيرات اليمين المتطرف عليه من يترقب عواقب ذلك. ليس الأمر أننا لا نستطيع التعبير عن رأينا أو التظاهر ضد الحكومة، ولكن في كثير من الأحيان نشهد قمعاً. أحياناً يتم تفتيش الشقة في الصباح الباكر، وأحياناً نعتقل في إحدى المظاهرات. ما زالت المحاكم لدينا مستقلة وفيها نناضل من أجل حقوقنا، ولكن المقلق في الأمر هو أن هذا النضال يتطلب مثولنا أمام المحاكم. تتطوع بيئاتها مع زملائها المحامين لمساعدة أشخاص يضطرون فجأة للدفاع عن حقوقهم الأساسية ضد الدولة. الأمر هنا يتعلق بسيادة القانون، ونحن كمحامين نساعد في الحفاظ على توازن العلاقة بين الدولة القوية والمواطن البسيط الذي يضطر للمثول أمام المحكمة فجأة. إضافة إلى أن العمل يمنحنا شعوراً كبيراً بالرضا، وقلما نشعر بسعادة غامرة أكثر من لحظة سماعنا في قاعة المحكمة عبارة المحكمة تبرئ المدعى عليه من كل التهم. عندها نكون فخورين ببعضنا البعض كثيراً. السيد بادر المحترم، لقد سمعنا قصتك وتأثرنا بها عاطفيا. تملكنا الرعب عندما عرفنا ما شهدته من معاناة. يتم التمييز في أيامنا هذه أيضا بين الناس بسبب لون بشرتهم وديانتهم. بناء على قصتك سنسعى أكثر للانتباه دائما على التعامل بحرص أكبر مع هذا الموضوع. نحن فخورون بك لامتلاكك الشجاعة والقوة لمشاركتنا قصتك. أكتب أنا أيضا كتابا حول هروبي إلى ألمانيا والصعوبات التي عانيت منها في بلدي. إذا كنت مهتما بقراءة كتابي سأرسله إليك عن طريق هيمة زوخة. مع أطيب التحيات لين. لدي اهتمام كبير بكتابك. هذه الرسائل أثرت في شخصيا بشكل كبير، لأنها من جيل شاب يكبر ونأمل أن يسعى عند وصوله إلى مواقع المسؤولية لبناء مجتمع مختلف هنا، مجتمع متعدد المشارب يضع كرامة الإنسان في أولوياته. أتذكر الزمن الذي لم نكن فيه قادرين على التحدث ولم يكن أحد يريد سماعنا. نحن آخر الناجين، وعلينا أن نكون واضحين حيال ذلك، كما يجب أن نكون مستعدين دائماً للقيام بهذه المهمة. يعتبر الشهود المعاصرون كمعسكرات الاعتقال، فهم آخر الأشخاص والأماكن الأصليين.
ويتعين علينا التفكير في طاعتنا مع الأمر مستقبلاً دون الشهود المعاصرين. تعتبر اليونان مهد الديمقراطية، ولكن هذه الديمقراطية اليوم متعددة الجوانب. من موقعي كصحفي أرى بالطبع أن الديمقراطية مهددة، لأن إعلامنا لم يعد مستقلاً اليوم. بدأت مشاكل قطاع الإعلام أثناء الأزمة المالية، فقد قلصت إدارات التحرير عدداً كبيراً من الوظائف، واضطر صحفيون كثر للمغادرة، وذلك لعدم قبولهم بالرضوخ في تقاريرهم لإملاءات المالكين الجدد لوسائل الإعلام. لم يرضخ سوتيريس، فأطلق في عام 2015 مشروعاً خاصاً هو موقع أثينس لايف الإلكتروني بالإنجليزية حول الحياة في اليونان بعد الأزمة المالية. المشروع غير الربحي هو جزء من شبكة عالمية لوسائل الإعلام المستقلة، وبعد انطلاقه بفترة قصيرة بدأت أزمة اللاجئين، واتصل زوتيريس بمركز الاستقبال. كان الصحفيون في بداية موجة اللاجئين الكبيرة عام 2016 يدخلون إلى مراكز اللاجئين بحرية إلى حد ما، وكان بإمكانهم إجراء مقابلات مع الناس هناك بسهولة. حينها كانت توجد هنا في مخيم شيستو للاجئين مجموعة مكونة من 15 شابة أفغانية. وجدنا أن التغطية الإعلامية لقصصهن لا تعكس الحقيقة، فقررنا أن أصبحنهن بأنفسهن صحفيات لكي يمنحن للاجئين صوتهم الخاص. كنا في البداية 15 فتاة. كثيرون في مخيم اللاجئين لم يثقوا بنا، ولكن بعد صدور الطبعة الأولى من صحيفتنا بعد 8 أشهر جاء إلينا البعض وأبدوا فخرهم بنا وصفقوا لنا. كان هذا أعظم إنجاز غير موقف الرجال الأفغان هنا تجاه النساء. We were able to change the mind of Afghan men about Afghan women. We chose to name. أطلقنا على صحيفتنا اسم طيور مهاجرة، لأننا نعتقد أنه من خلال صحيفتنا يمكننا الطيران نطير إلى إسبانيا وألمانيا والمغرب. We fly to Germany. We fly to Morocco. بالنسبة للمرشحة الفرنسية كولومب، تبدد الحلم بالانضمام إلى البرلمان الأوروبي قبل أوانه، فقد فشل حزبها في فرنسا أمام البيروقراطية الوطنية. في الانتخابات في ألمانيا وفي معظم الدول الأوروبية يدلي المرء بصوته على بطاقة تصويت واحدة، أما في فرنسا فالأمر مختلف. لكل حزب بطاقة التصويت الخاصة، وهو المسؤول عن طباعتها، ومن يدفع ثمنها؟ الأحزاب. كانت طباعة بطاقات التصويت لانتخابات أوروبا ستكلفنا نحو 1,000,000 يورو، وهذا شبه مستحيل بالنسبة لحزب جديد. والأسوأ من ذلك هو أننا لم نتمكن من فتح حساب مصرفي لفترة طويلة، لأن قوانين تمويل المنظمات السياسية صارمة لدرجة أن البنوك رفضتنا. وبدون حساب مصرفي لم نتمكن أيضاً من جمع المال من أجل بطاقات التصويت، وبالتالي لم نتمكن من إطلاق حملة انتخابية حقيقية هناك. من الصعب جداً قبول إجبار المرء على الاستسلام بسبب القوانين السخيفة وغياب الإرادة الديمقراطية لحكومتنا.
الاضطرار لإنهاء الحملة الانتخابية في فرنسا أمر انفطرت له قلوبنا. فعدم انتخابنا لأننا لم نتمكن من إقناع الناخبين هو شيء، وأن يمنعنا النظام الحالي في بلدنا من إمكانية تمثيل آخرين والمشاركة في المجتمع فهذا أمر يكسر القلب. لم تستسلم كولومب، بل دعمت حزبها في بلدان أخرى. ففي لندن روجت لحملة أندريا فينزون، والذي كان يريد أصلاً التنافس في إيطاليا. هناك أيضاً بالكاد يستطيع أي حزب جديد مواجهة البيروقراطية. كنا متأكدين من أن الترشح للانتخابات في كل بلدان أوروبا سيكون صعباً لوجستياً، فلكل بلد أنظمة قانونية وإدارية مختلفة، لذلك تمكنا من الترشح في 8 بلدان فقط. لم يستطع أجدادنا بعد الحرب العالمية الثانية حتى تقاسم غرفة واحدة فيما بينهم، ولكننا الآن نشعر وكأننا أبناء عم وأخوة. لا يمكنني تصور نشوب حرب في أوروبا، والفضل في ذلك يعود إلى الاتحاد الأوروبي فقط، ويتوجب علينا المحافظة على ذلك. لا أثق بالاتحاد الأوروبي فقط لأنه الاتحاد الأوروبي، وإنما لأنه أيضاً الحل الأمثل لدينا. إنه مشروع رائع أوجدته الأجيال السابقة وعلينا توجيهه. بالنسبة لي هناك سبب ما يدعو البعض لانتخاب القوميين واليمينيين المتطرفين. الناس ليسوا أغبياء أو سفلة لينتخبونهم هكذا، إنهم يلجأون إلى المتطرفين لأنهم يشعرون بالتجاهل أو يظنون أنه لا خيار آخر أمامهم. عندما يكون الناس جائعين ولا يكون لهم أفق مستقبلي أو لا يملكون سكناً، فليس هناك سلم اجتماعي. عندما يخشى الناس على وجودهم وأمنهم، لا يمكننا الحديث عن السلام. المحامية بيئاتا تناضل أيضاً من أجل مزيد من السلم الاجتماعي وتدافع عن المستأجرين البسطاء. على أوروبا أن تعزز أنظمتها الاجتماعية، فالقارة بأكملها تعاني من أزمة سكن. نحن بحاجة لحركة جماهيرية أوروبية لتأكيد الحق الأساسي في السكن. أليسيا ذات 80 عاماً احتاجت أيضاً بشكل مفاجئ إلى مساعدة، فبعد حوالي 70 عاماً تم إنهاء عقد إيجار شقتها. اضطر جميع المستأجرين تقريباً للمغادرة، وأنا من بين المستأجرين الأخيرين المتبقين. سأواصل كفاحي. المالك يبذل ما بوسعه لإخراجي من هنا. لقد تعرضت أيضاً للترهيب. فقد تلقيت مثلاً تهديدات هاتفية ليلاً، ثم سمعت أصواتاً غريبة وكأن أحدهم يريد أن يقول لي سوف نعلقك. من الصعب جداً حماية شخص ما من الإخلاء القسري أو ارتفاع كبير في الإيجار، فالقانون لا يقف في صالح المستأجرين، ونحن نقاتل من أجل اعتبار الحق في السكن من حقوق الإنسان. المحامي لا يذهب عادة للتنزه مع موكليه، ولكننا نعرف بعضنا منذ مدة طويلة. لقد كانوا من أولى ملفات الإيجار التي توليتها. لا زلت أتذكر فترات القلق والضغوط التي عمقت علاقتنا أكثر. مساعدة بيئاتا لا تقدر بثمن، وبدون دعمها لكنت الآن غارقة في الديون. تعرض بعض المستأجرين لأزمات قلبية بسبب الضغوط. لو لم نتلقى مساعدتها لكنا الآن نعيش تحت الجسر. ما
عبر العمل مع المسنين والفقراء أبقى أكثر واقعية عندما أواجه عن كثب الحاجة وعدم التكافؤ الاجتماعي. هذا هو أفضل محفز لمكافحة ذلك. يلتقي سوتيريس كل يوم سبت بصحفيين شباب خارج مخيم اللاجئين. يعدون معنا العدد التالي من صحيفتهم. مجيئنا إلى هنا ليس من أجل صياغة أفضل تقارير للفوز بجائزة بوليتسر، بل ليتعلموا كيفية التعبير عن أنفسهم. هذا هو عمر، لقد ناقشنا مقالك للتو. أنا من العراق، عمري 17 عاماً، سعيد بمعرفتي بكم جميعاً. عنوان مقالتي هو 24 ساعة وتصف أول هجوم إرهابي على مدينتي. تجمع صحيفتنا أشخاصاً من جنسيات وأديان كثيرة. هذا لم يكن ممكناً أبداً في البلدان التي أتينا منها، وذلك بسبب العنصرية والاختلافات الدينية. ماذا تعني ديمقراطية؟ يشغل هذا السؤال لاجئين الشباب ليس فقط في الصحيفة بل وفي تسجيلاتهم الصوتية أيضاً. مرحباً بكم في إذاعة الهندبة. They can go through their profession and help the host society. مراحل تحصیلی، آموزش زبان، شناخت استعدادهاشون. Family in the other country, they send them to the country that have the least number of. People are living. يعيش البعض هنا منذ 15 و20 وحتى 30 عاما، ولكن عندما سألت أحدهم إن كان سيصوت في الانتخابات، قال أن ذلك غير مسموح له كمهاجر، غير مسموح لنا بالتصويت في الانتخابات الأوروبية. كيف يمكننا إدماج المهاجرين في المجتمع بشكل أفضل؟ عندما وصلنا إلى ألمانيا تلقينا مساعدة لا توصف. لم يكن والدي يعرفان أي شيء، لا اللغة ولا التسجيل في الدوائر الرسمية. لازلت أتذكر معلمتي في المدرسة الابتدائية كم كانت رائعة. كانت تعلم أنني أنحدر من أسرة قادمة من روسيا. لم أشعر أبداً وكأنني غريبة، وهذا ما أتمناه لنا الآن أيضاً. إذا كان أول ما نشعر به هو الدفاع عن النفس والخوف، فسيكون مصيرنا الفشل المحتم. أظن أن هذا كان قبل 6 أشهر أو أكثر قليلاً، عندما كنت جالسة مع صديقتي أنا في القطار، وفجأة دخلت مجموعة من الرجال، معظمهم من الرجال، وكان لدى أحدهم القليل من البيرة في زجاجته، فسكبها على رأس رجل ووجه له إهانات عنصرية. كان رجلاً في غاية العدوانية. بدأ قلبي ينبض بقوة ونهضت في ردة فعل غاضبة وسألته عن سبب فعلته تلك. أكثر ما أزعجني في تلك الحادثة كان في الواقع أمران. أولاً أن أحداً من الركاب لم يدعمني، والأمر الثاني الذي أحزنني كثيراً أن الرجل الذي تعرض لذلك استسلم للإهانة واكتفى بهز كتفيه وكأنه يقول ماذا أفعل؟ فهذا يحدث لي يومياً. هل كانت هناك لفتات بسيطة من زملاء في المدرسة أو جيران أو أي ممن كانوا حاولوا تقديم المساعدة بشكل ما؟ كلا، لقد كان العكس، كنا أمواتا اجتماعيا. أوروبا التي حلمنا بها عام 1945 كانت مختلفة، أوروبا التي تنمو مع بعضها بشكل كبير. لدي قلق إلى حد ما، ولكنني واثق من أن الشباب اليوم سيوصلون صياغتهم لأوروبا بطريقة مماثلة لما حاولنا نحن فعله. وفي هذه الكيفية أرى حقيقة أفقاً مستقبلياً رائعاً لأوروبا. I'm
حتى الآن لا تستطيع كولومب التصويت في بلدها للحزب الذي ساهمت في تأسيسه. لا يزال حزب فولت مجرد رؤية في فرنسا. الأحزاب التقليدية لا تقدم لها إجابات. عندما دخل ماكرون عالم السياسة كنت آمل بأن يقدم رؤية أو مشروعاً أو سياسة واضحة، ولكن سرعان ما أدركت عدم وجود أي برنامج ولا سياسة، وهذا يعتبر أحد الأسباب التي دفعتني بجدية إلى فكرة حزب فولت. هذه هي الشعبوية بالنسبة لي، حتى وإن كانت هذه الشعبوية أقرب إلى قيمي. أنا متأكدة أن واحدا منا سيدخل اليوم البرلمان الأوروبي، إن كان في ألمانيا أو بلغاريا أو أي مكان آخر، المهم أن هذا سيحدث في نهاية اليوم. كنت أتمنى أن يسمح لنا بالمنافسة الانتخابية هنا في فرنسا وكذلك في إيطاليا، ولكن للأسف لم يحدث ذلك. مرحباً، شاركت للتو في الانتخابات الأوروبية. بإمكانكم انتخاب فولت في 8 دول. اذهبوا واعطوا أصواتكم. رغم أنه لا تزال هناك حواجز تفتيش حدودية من باريس إلى لندن، إلا أنه يمكننا السفر بين البلدين بسرعة. ولكن في هذه الرحلة عندما نسير عبر كالي قبل بحر المانش بقليل، نرى أسواراً كثيرة حول القطار. لا يتوقع المرء هذا المشهد في أوروبا. هذه الأسوار مصممة لإبعاد المهاجرين. التاريخ أو الأحداث التاريخية لا تعيد نفسها بشكل مماثل تماماً، بينما يبقى الإنسان إنساناً. ما الذي سيحدث عندما لا يبقى شهود عاصروا الهولوكوست على قيد الحياة؟ بالنسبة لإكسينيا، تعتبر النصب التذكاري ذات أهمية بالغة، لأنها توثق فضائع النازيين. يحيي الموكب السنوي من أوشفيتس إلى بيركناو ذكرى آلاف القتلى والناجين. I survived for 360 days. اجتماع أناس كثيرين من كل أنحاء العالم هنا فيما يسمى بموكب الأحياء، وذلك في كل سنة منذ 3 عقود على ما أظن. هذا يملأني بأمل لا يوصف بأن هذه القصص سيتم توارثها ولن تضيع في غياهب النسيان. للتو قالت لي إحدى التلميذات إن لوحات ترمز إلى شواهد قبور لأناس ليس لهم أي قبور هنا. أعتقد أن هذا قد يعزي الناجين كثيراً عندما يعلمون أن شباباً يهتمون بهم وبتاريخهم وبماضيهم. قال السيد بادا إنه يأمل من جيلنا أن ندافع عن مجتمع يحترم كرامة الإنسان، مجتمع فيه مكان للجميع. أعتقد أنه بإمكاني الاستفادة من ذلك.
الديمقراطية تمر الآن بأزمة حقيقية، رغم استمرارية العمل بها لكنها تعاني من مشاكل كثيرة. دعمنا نحن كصحفيين لمشاريع كصحيفة طيور مهاجرة يعزز المشهد الإعلامي المستقل، هذا جيد للديمقراطية. إنني متلهف جدا، لقد عملنا طيلة شهرين استعدادا لهذه اللحظة، والآن يمكنني مجددا تصفح عدد جديد. إنها صحيفة اللاجئين الوحيدة التي يمكن شراؤها من الأكشاك اليونانية. أنا في غاية السعادة. نساهم من خلال هذا المشروع في تغيير نظرة القراء إلى اللاجئين إيجابيا. نتلقى رسائل من القراء وكثيرا ما يكتبون أن البعض باتوا يفكرون في حياتهم بشكل مختلف بعد قراءتهم لنصوصنا. أشعر في بعض الأيام بتعب شديد، فأحيانا تتجاوز التزامات نطاق المهنة وأقول لنفسي هذا كثير، ولكن شعورا رائعا لا يوصف ينتابني في آخر النهار. أريد أن تحترم بلادي بولندا حقوق الإنسان وأن تبقى دولة يسودها القانون، هذا ما أكافح من أجله كثيراً أمام المحاكم. صور التلفزيون الرسمي البولندي موكلي في مظاهرة مناهضة للحكومة متهماً إياه في نشرة الأخبار بأنه محرض وقح، والآن نبذل جهودنا لكي تعتذر المحطة له، كما نريد إثبات أنه تم التلاعب بالتقرير التلفزيوني. إنها المرة الأولى التي يشتكي فيها مواطن ضد التلفزيون الرسمي تي في بي وليس العكس، وهذه ليست قضية الأكبر فحسب، بل هي تهم المجتمع أيضا، ومع أنها تمثل تحديا لي لكنها أيضا تمنحني شعورا جيدا. أعلم أنني هنا أدافع عن القيم الأوروبية وأشارك في بناء شيء مهم، فكفاحي هنا هو من أجل مجتمع أكثر ديمقراطية وسيادة للقانون. أنا أعشق مهنتي، ففي عشية المرافعة أجمع آخر التفاصيل في ذهني وأفرزها، وفي صالة المحكمة يرتفع مستوى الإدرينالين، وخاصة في القضايا ذات البعد الاجتماعي السياسي التي تهمني كثيراً. تترفع بيئات في صالة المحكمة حول معاناة موكلها بسبب التقرير التلفزيوني على الصعيدين الشخصي والمهني، فقد اضطر لتغيير عمله وشعر بوصمة عار اجتماعية. في النهاية تم تأجيل المحاكمة عدة مرات بداعي ضرورة إحضار عدد من الوثائق، ولن تستأنف إلا بعد 6 أشهر. نحن مجموعة من المحامين تشرف حالياً على دعاوى كثيرة. نحو 40% من عملنا تطوعي مع أناس لا يملكون مالاً، ولكنهم يناضلون في سبيل قضية مهمة. هذا ليس مألوفاً بين المحامين في بولندا، وأعلم أن بعض الزملاء يضحكون علي بسبب ذلك، ولكنني لا أهتم أبداً لذلك. المهم هو الوصول إلى نتائج ملموسة، ففجأة يحصل أحدهم على شقة أو يتمكن لاجئ من البقاء بشكل قانوني في بولندا، فعملي قد يحسن من ظروف معيشة الناس. المهم في النهاية أن يحصل أحدهم على حكم ويستطيع بعدها الخلود للنوم. مرحبا،
بحسب النتائج الأولى يبدو أنه تم انتخابي. لا زال من الممكن أن تتغير الأمور، ولكنها تبدو جيدة بفضلكما. عندما أسسنا فولت لم تكن لدينا أدنى فكرة كيف يكون العمل السياسي، وبعد عامين أشعر بالفخر بما حققناه. لدينا تمثيل في 8 بلدان، وقد شكلنا 12 جماعة سياسية، ولدينا نحو 40,000 متطوع. آمل بالطبع أن يصل أحدنا مساء اليوم إلى البرلمان الأوروبي. إنه نجاح باهر لفرع الحزب في ألمانيا، كما أنه نجاح كبير للديمقراطية الأوروبية، لأننا أظهرنا أنه يمكن إلهام أوروبا بأكملها، ولأننا حققنا هذا النجاح من خلال رسالة إيجابية وديمقراطية. لقد أظهرنا للجميع أننا قادرون على النجاح في الانتخابات استناداً إلى حقائق وبراهين بدون خطاب شعبوي، وأنه بإمكاننا تغيير المشهد السياسي شيئاً فشيئاً. لكل فرد صوت سياسي، وعليه أن يستخدمه بنشاط للمشاركة في صياغة المجتمع الذي يريد العيش فيه. ليس بالضرورة أن يكون في منصب ما، إذ يمكنه العمل بأشكال مختلفة. ذلك الزمن ولا، عندما كان الفرد يجلس ويأمل بأن يفعل آخرون كل ذلك لأجله. كل فرد يتحمل المسؤولية.